حدثنا اخوي عن نحن وين حاليا عم نصور. نحن هلا عم نصور بناية العظم. نعم. وهذا الشيء اللي قدامنا هذا استراد الميدان. يعني اللي امام فرع المداهمة. امام فرع المداهمة نعم. كويس. ايوه وهي هي الشاحنة. نعم. الشاحنة. هاي بتسللوا منها كلاب الاسد. يعني بيجوا من ورا الشاحنة. فهون نحن هاي نخطتنا الحمد والشكر لله عم نقتل منه الكثير من هالموقع هذا. كويس. توعد ابطال الجيش السوري الحرب تقدمات في جبهه بستان الباشا؟ باذن الله باذن الله. يعني اخبار كويسه. يعني بدنا نعيد بالميدان؟ بنقول ان شاء الله ونتكل على الله والله المستعان. قدام دوار الكابري هاد مو؟ نعم قدام دوار الكابري. هاد الشارع الخلف دوار الكابري مو هيك؟ نعم هاد هو الشارع خلف دوار الكابري.